محيط من الضوء الكون من الطاقة. في الحب الروحي المثالي توجد محيطة من النور مليئة بالنجوم المظلمة. يمكنك أن تفتح قلبك لنفسك، نحن نراه، أن النور والظلام في توازن، وكل شيء حي. نور الظلام يتصل بالفضاء والشمس. كون النور رحيم ولطيف، والطبيعة المتعالية للمياه والغازات والأرض والنار، وكذلك الدم الحي والميت والكائنات الحية، تأتي إلى الحياة في أرواح تتجاوز العنف. أولئك الذين لا يستطيعون ولن يفعلوا هم الذين ينقذون الأفضل والأسوأ في العالم. وتشمل هذه الاعتراف والوعي والفهم والحرية والفوضى والنظام والتسامح. الحياة تجمع أولئك الذين لا يستطيعون أن يغفروا، وعلمهم أن يغفروا ما لا يمكنهم أن يغفروه أبداً. دع التألق يتألق في كل العوالم وينير أولئك الذين لا يستطيعون الفهم. كل شيء بالتكنولوجيا والطبيعة من أجل معاهدة سلام أبدية من عقل وقلب الحياة، وأن كل شيء يتدفق إلى الأبدية. اجمع كل الأفكار الجيدة والسيئة في الكون الخاص بك، وقم بتحويلها إلى مادة النور والظلام. حوله إلى شيء أفضل واتركه كما هو حتى يتغير. نرجو أن تطهر آلهة الآلهة كل شيء وتمنح رغبات المستحيل. من يريد المستحيل يستحق المستحيل والفرح وحتى النشوة. تخلص من الذنب من خلال المغفرة والعودة إلى حالة البراءة لإنقاذ جميع الأرواح. تحرر بالسحر من جراح الحياة. أمنح الحياة وقف شامخاً، صادقاً، عادلاً، صحيحاً ومخلصاً، وأنري أرواح القلوب لتخلق الحب، الطبيعة الشاملة للأشياء، والسماح لهم بالتطور أكثر، وجعل كل شيء يساوي الحياة والموت.